أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ من أهم العناوين. على العربية الجديد، جسر جوي وبحري من العراق لتقديم مساعدات عاجلة للسودان. الشرق الأوسط، أكثر من 900 ألف وفاة حول العالم من جراء فيروس كورونا. القدس العربي، ترامب يعترف أنه ضلل الناس بشأن خطورة فيروس كورونا. على الحرة، عراق، دعوة إلى تحقيق دولي في انتهاكات إيران الإنسانية. العرب اللندنية، العقوبات الأمريكية تكشف اتفاقا للحدود بين لبنان والكيان الصهيوني. إنديبندنت عربية، واشنطن تعلن خفض قواتها في العراق. وعلى المدى، البرلمان يميل لقبول طلب الحكومة الاقتراض مجددا لتأمين الرواتب. يقول الكاتب إبراهيم الزبيدي، لقد أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخيرا أن مخزون اليورانيوم المخصب الذي تخفيه سلطات إيران يتجاوز الحد المنصوص عليه في اتفاق عام 2015 النووي المبرم مع القوى الكبرى وبعشر مرات. وهنا لابد لنا أن نسأل الولي الفقيه، كيف لا يتوقع إذا ما اقترب فعلا وليس قولا فقط من امتلاك قنبلة نووية أن تغافله طائرة مجهولة فتحرق له مفاعلاته في ليلة مظلمة. نتابع. بعد سنوات من التحدي والمشاكسة والمكابرة والعناد، وبالتحديد منذ أن حل الرئيس الأمريكي الصعب على إيران دونالد ترامب محل الناعم الرقيق معها باراك أوباما، وبفعل تغير المواقف والمصالح الأمريكية والدولية والإقليمية، طفح الكيل بالنظام الحاكم في إيران ولم يعد قادراً على أن يخفي جراحه ويكتم أنينه، فراح يعاتب أصدقائه الذين أكلوا من خيره ثم طعنوه في ظهره وتخلوا عنه وتركوه وحيداً يصارع ضراوة عقوبات ترامب وكورونا ونقمة شعبه وبغضاء شعوب عديدة قريبة وبعيدة ذاقت منه ومن ميليشياته الأمرين. فمن الذي ضربه على يده وقال له أن يختار مناطحة الثيران الأكبر منه والأقوى والأشد ضراوة؟ ثم سؤال آخر، لماذا لم يقرأ الولي الفقيه ومعاونوه بحنكة وواقعية وتواضع حقيقة تحولات دراماتيكية الاستراتيجية التي حدثت في الواقع الدولي في العقد الأخير؟ والتي أجبرت حتى أقرب أصدقائهم كالصين وروسيا على مسايرة أمريكا وتفضيل مصالحهم معها وعلى التخلي عن إيران والإيرانيين ولو على مضض. والحقيقة أن ما يسمى بالمجتمع الدولي لم يدلل نظاماً آخر أكثر مما دلل النظام الإيراني ونفقه وسكت عن مروقه واستهانته بالقيم والمقاييس والقوانين والأعراف السماوية والدنيوية كلها على مدى 40 سنة، وأغمض عينيه عن قمعه لمواطنيه في الداخل وتمويله للجماعات الإرهابية. ويضيف الزبيدي، وكيف لا يتوقع أن تظهر قنبلة نووية في الإمارات وأخرى في السعودية وهو يعلم بأن المال موجود والباعة موجودون ومستعدون. وهنا وفي نهاية الحساب والكتاب، ستكون إيران حكومة وشعبا قد اكتشفت أخيرا أن 40 سنة من هدر الأموال والدماء والجهود حيازة سلاح نووي قد ذهبت أدراج الرياح، ولم يجني منها المواطن الإيراني سوى الجوع والمرض والخوف وقلة الناصر والمعين. أليس هذا عمى بصر وبصيرة وقلة عقل ودين؟ يقول الكاتب محمود النجار، يعاني الاقتصاد العراقي ركودا حادا منذ العام 2014 بسبب خوض بغداد حربا دامية على تنظيم داعش، وتعقدت مشاكل العراق المائية أيضا بعد انهيار أسعار النفط بعد انهيار أسعار النفط بسبب جائحة كورونا التي ظهرت نهاية العام 2019 وما زالت أضرارها مستمرة، وقد سببت عجزا اقتصاديا في ميزانية الدولة يقدر ب 32 مليار دولار بحسب خبراء اقتصاديين.
تحول العراق إلى معبر لعمليات تهريب كبيرة للعملة الصعبة الدولار إلى إيران عن طريق مزاد العملة وتوصيلها لحسابات بنكية إيرانية في خطوة منظمة تهدف إلى كسر الحصار الاقتصادي والعقوبات الأمريكية على إيران. ضباط بالحرس الثوري وعناصر عسكرية في الميليشيات المسلحة العراقية هم أداة لتنفيذ هذه المهمة، بالإضافة لاستخدام طهران شركات وهمية من أجل استمرار نشاطها التجاري من جهة، ودعم الميليشيات في أكثر من بلد بالمنطقة من جهة أخرى، وذلك بحسب تصريحات وتسريبات لضباط ومسؤولين في الحكومة العراقية. النشاط الإيراني غير الشرعي قابله فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 20 كياناً عراقياً إيرانياً تقدم الدعم لقوات فيلق القدس الإيراني، إلى جانب نقل المساعدات للميليشيات العراقية الموالية لطهران مثل كتائب حزب الله العراقي وعصائب أهل الحق وغيرها من الجماعات التي تسيطر على بنوك عراقية وتهرب الدولار عبر المنافذ. إيران التي تطالب برفع العقوبات الأمريكية عنها زرعت المزيد من الشركات الوهمية والكيانات في المنطقة على مدى سنوات، وباتت سبباً مباشراً بالتأثير في الاقتصاد العراقي بشكل خاص. فمنذ إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران عقب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو 2018، بدأت إيران تركز بشكل كبير على العراق. ويضيف النجار: تلك الأحداث المريرة أدخلت العراق في غيبوبة اقتصادية عميقة رافقها تصاعد المديونية العامة تزامناً مع غياب السياسات الاقتصادية الوطنية لتفادي حجم الأضرار الناجمة من جراء العجز المالي وتهالك النظام المصرفي العراقي، وهو ما انعكس سلباً على حالة السوق في عموم المحافظات العراقية، ما أدى بالمستثمرين ورجال الأعمال العراقيين إلى وضع أموالهم في بنوك إيرانية داخل وخارج العراق للحصول على خصلة من إيران منحت أرباح فوائد عالية لكبار التجار العراقيين. يقول الكاتب شاه القرداغي: مشكلة السلاح المنفلت إنه ليس شأنا عراقيا داخليا فقط حتى تتم معالجته داخل حدود العراق، بل هو مرتبط بالتدخلات الإيرانية التي وجدت في تقوية الميليشيات، وجدت أيضا طريقا نافعا لتحقيق أهدافها في العراق وحماية نفوذها عن طريق إضعاف الحكومة المركزية والمؤسسات المركزية الأمنية الرسمية لتحويل العراق إلى رهينة بيد الميليشيات الموالية لها. ولا يمكن معالجة فوضى السلاح في ظل الدعم الإيراني المستمر لهذه الجماعات المسلحة. بحسب المعلومات غير الرسمية، هناك أكثر من 7 ملايين قطعة سلاح لدى العشائر، بالإضافة إلى أرقام مضاعفة لدى الميليشيات والعصابات وجماعات المافيا المنتشرة في المحافظات العراقية. وبحسب ضابط عراقي، فإن 60% من تجارة السلاح تقف وراءها جماعات وميليشيات مسلحة ضمن الحشد الشعبي، ويصل مجموع المبالغ التي يتم تداولها في هذه التجارة إلى 2 مليون دولار شهرياً، ويتستر عليها أحزاب وضباط أمن. انتشار السلاح بشكل فوضوي وعدم حصره بيد الدولة مؤشر واضح على ضعف الدولة وغياب القوانين. ولا تقتصر الآثار السلبية للسلاح المنفلت على الوضع الأمني، بل تتجاوزه إلى التأثير على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي أيضاً. ففي الجانب الأمني يؤدي السلاح المنفلت إلى اضطراب الأوضاع الأمنية وغياب الاستقرار، حيث انتشرت الصراعات العشائرية في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة بشكل واسع خلال الفترة الأخيرة. إذا لم تشمل الحملة الأمنية لحصر السلاح بيد الدولة كافة الجماعات الإرهابية والميليشيات والأطراف التي تحمل السلاح خارج إطار الدولة، فإنها لن تنجح وستبقى مجرد قرارات لتخدير الشارع العراقي وتهدئته مع اقتراب الذكرى السنوية لمظاهرات تشرين، حيث تحاول الأحزاب السياسية إقناع المواطنين بهذه الإجراءات خوفاً من اشتعال موجة جديدة من التظاهرات في ذكرى تشرين. ويضيف شاه القرداغي أيضاً: من الواضح أن معالجة هذه المعضلة وحصر السلاح بيد الدولة يتطلب وجود حكومة وطنية شجاعة تفرض القوانين على الجميع ولا تخضع لقادة الأحزاب السياسية والكتل وقادة الميليشيات، بالإضافة إلى قدرتها على الحديث بشكل ندي مع دول الجوار
وإيقاف التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي، والذي سيساهم في تحجيم نفوذ الميليشيات بشكل تدريجي وإعادة الاعتبار والهيبة للدولة العراقية. يقول الكاتب روبرت فورد: في عام 2000 أعلن فوز جورج دبليو بوش ضد آل غور بعد 5 أسابيع من الدعاوى القضائية حول شرعية 4000 من الأصوات في فلوريدا، ونجت أمريكا في كان بيل كلينتون في العام 2000. إذ نجت أمريكا كان بيل كلينتون عام 2000 قد أنهى فترة ولايته وابتعد عن قضايا محكمة فلوريدا في عام 2020، أنه سيحاول ترامب التدخل والضغط. نتابع. تفصيلنا: أقل من شهرين عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة الثلاثاء في 3 نوفمبر تشرين الثاني المقبل، ولا يزال من الوارد فوز دونالد ترامب أو جوزيف بايدن. الانتخابات هي في الواقع 50 انتخاباً في كل ولاية على حدة، حيث تشير استطلاعات الرأي في ولايات كبرى مثل أوهايو وميشيغان ونورث كارولينا وفلوريدا إلى أن شعبية المرشحين متقاربة للغاية. الأسبوع الماضي حث الرئيس ترامب مؤيديه على إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد ثم التصويت مرة أخرى في مراكز الاقتراع في 3 نوفمبر، وأردت حكومة ولاية كارولينا الشمالية بأن التصويت مرتين في انتخابات واحدة جريمة خطيرة، وأقر ترامب بأن التصويت عبر البريد الإلكتروني ينطوي على احتيال خطير، وأنه يتعين على أنصاره اختبار مصداقية نظام التصويت عبر البريد، فإذا كان النظام قوياً لن يسمح لأنصاره الذين يصوتون بالبريد بالتصويت مرة أخرى في مراكز الاقتراع. لكن مسؤولي الانتخابات في الولاية يؤكدون أن لديهم الضوابط لوقف التزوير في الانتخابات. إن ترامب سيؤكد اتهامه بالتزوير عبر بطاقة الاقتراع بالبريد الإلكتروني في انتخابات الولايات المهمة، وستؤدي بطاقة الاقتراع بالبريد إلى تغيير النتائج. سيقيم ترامب دعاوى في المحاكم لرفض بطاقات الاقتراع عبر البريد، وليس من الصعب تخيل نزول الميليشيات إلى الشوارع أيضاً، ويمكن كذلك أن يلجأ الحزب الديمقراطي إلى المحاكم. ويضيف الكاتب: في عام 2000 كان لدينا فقط قضية المحكمة في فلوريدا، وفي عام 2020 قد يكون لدينا قضايا أمام المحاكم في الكثير من الولايات، وستكون نتيجة كل ولاية مهمة لمعرفة النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية. في عام 2000 كان هناك خطر ضئيل بحدوث أعمال عنف. كان في عام 2020 ربما سنشهد أيضا مسيرات احتجاجية وانتشارا لميليشيات من اليمين واليسار. يقول الكاتب رفيق خوري: إنما يشغل بال النخبة الأمريكية هو ما العمل إذا حدث ما هو متوقع ورفض ترامب الإقرار بالخسارة بحجة التزوير وبقي في البيت الأبيض. الرد الأول كان إعلان مشروع سلامة الانتقال على أيدي مجموعة مسؤولين سابقين وخبراء سياسيين ومحامين وأكاديميين وصحفيين قاموا بتمارين لعبة حرب حول الانتخابات. وتقول أستاذة القانون روزا بروكس: إننا في حاجة إلى شعب ينزل إلى الشارع ومجموعات تحرس نتائج الانتخابات. نتابع. الولايات المتحدة تنتخب لها ولسواها حتى بعدما انتهت حقبة الأحادية الأمريكية على قمة العالم. وإذا كان التصويت في الانتخابات محصوراً بالناخب الأمريكي، فإن التدخل للتأثير فيها صار متاحاً لروسيا والصين وسواهما ولأي شخص عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وليس قليلاً عدد القادة الذين يحبسون الأنفاس في انتظار الانتخابات الرئاسية في خريف هذا العام، لا تحريكاً دراماتيكياً لأي قضية أو أزمة أو خلاف، خشية الخطأ في الحسابات قبل التأكد ممن سيسكن البيت الأبيض في السنوات الأربع المقبلة. هل يبقى المرشح الجمهوري رئيس دونالد ترامب لولاية ثانية؟ أو يصبح المرشح الديمقراطي جو بايدن الرئيس؟ حتى القادة الذين في صراع حاد مع ترامب يحذرون في هذه المرحلة من تجاوز الخطوط الحمر في التصعيد، كما يتجنبون عقد أي صفقة مع رئيس قد يغادر البيت الأبيض. والمفارقة مزدوجة، فكل المنتظرين لديهم قضايا من النوع الاستراتيجي في صراع جيوسياسي، بما يحتاج إلى صفقة كبيرة طرفها الآخر أمريكا. وليس كل القضايا لها تأثير في الناخب الأمريكي لإضعاف أو تقوية المرشح،
ولا شيء يوحي بأن ترامب سيتوقف عن سياسة انتقاد حلفاء أمريكا ومغازلة خصومها، إذ يروي جون بولتون في كتاب الغرفة أن ترامب اعترض مراراً على انتقاد روسيا والضغط لئلا ننتقد بوتين، ولا أحد يعرف إن كان بايدن نائب الرئيس السابق سيحكم على أوباما أو يخرج من تحت العباءة. ويضيف خوري أن كلام ترامب عن الغش والتزوير ومهاجمة التصويت عبر البريد مع أنه صوت من قبل عبر البريد يوحي أنه لن يعترف بالخسارة إذا ما وقعت، واللعبة ستصبح في المحاكم، وقد يطلب الكونغرس من الجيش التدخل، لكن الضحية هي الديمقراطية الأمريكية، وهذا ما يقوي حجة بول كروغمان الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد وكذلك قائل أيضاً أمريكا أقل من ديمقراطية وأكثر من أوليغارشية. يقول الكاتب بهاء العوام: ما يهم الروس اليوم هو تلك الملفات الاقتصادية والعسكرية التي ترسم محددات وتجليات حضورهم الدائم في سوريا، وتلك النقاط التي تجعل من هذا الحضور أكثر ضرراً لإيران وأكثر منفعة لأمريكا، ليس فقط من أجل الكيان الصهيوني، وإنما لأن طهران تنافس موسكو أكثر من واشنطن في سوريا. نتابع. بعد سنوات ثمان عجاف يزور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دمشق. لا يحمل لافروف بجعبته حلولاً للأزمة السورية، وإنما قواعد توطيد استقرار بلاده على سواحل المتوسط. فقد حان الوقت لوضع النقاط على الحروف وحسم الخلافات بشأن الإقامة الروسية الدائمة في سوريا. رأس الدبلوماسية الروسية يصل والأزمة السورية خامدة منذ نحو عام تقريباً. لا أحد يريدها اليوم أن تتفجر. الأطراف المحلية والدولية منشغلة بقضايا أخرى أكثر أولوية الآن، ولا ضير من استغلال هذا الوقت لترتيب البيت الداخلي في بعض التفاصيل التي يصعب إنجازها تحت وطأة الحرب. لافروف يريد أن يبدأ الحضور الروسي الفعلي في سوريا بمجالات الاقتصاد والأعمال والثقافة والتعليم والدين، كما هو الحال في القطاع العسكري. ليس هذا فقط، وإنما يريد أن يصبح هذا الحضور طاغياً بشكل واضح مقارنة مع أي طرف أجنبي آخر على قائمة حلفاء دمشق وعلى الأخص إيران. للروس شروط يجب على دمشق تنفيذها، وهو اليوم البوابة اليتيمة للنظام إن أراد الخروج من أزماته الاقتصادية والسياسية. لن تقدم موسكو ضمانات للأسد في البقاء على رأس السلطة إلى الأبد. الوحيدون الذين يريدون أن تنتهي الأزمة هم سكان المخيمات ومراكز الاحتجاز في دول الجوار والعالم. هؤلاء من تمر الأيام عليهم ثقيلة وغليظة، وكل يوم يقتطع من حياتهم جزء من حلم العودة. ويضيف العوام: بات الروس يعرفون ماذا يريد الأمريكيون في سوريا، ويعرفون أيضا متى وكيف يريدون الوصول إليه. لن تبخل موسكو على واشنطن في التفاهمات، وهما اليوم لبعضهما أقرب من أي وقت مضى. وإن بقي ترامب في البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى، ربما لن يثور بركان الأزمة السورية أبدا مجددا. أكد البروفيسور الفرنسي ديدي راولت في لقاء إذاعي في راديو كلاسيك بالتعاون مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن المحتوى الوريثي أو ما يعرف في علم الجينات بالجينوم لفيروس كوفيد 19 طور نفسه، لافتا إلى أننا اليوم أمام سبعة أنواع من الفيروسات منذ الموجة الثانية لجائحة كورونا في فرنسا مطلع تموز يوليو الماضي. وأوضح البروفيسور ديدي راولت أن التحولات الحالية ليست بالضرورة أخطر من الفيروس الذي شهدناه في شباط وآذار ونيسان، وتدل على ضعف الفيروس وبالتالي انخفاض معدل الوفيات رغم ارتفاع الإصابات. نتابع الوجه الآخر لحرية التعبير والرسوم الكاريكاتورية.
شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.